صافي مشى بحالو. دخلت انا يا المطار، دخلت المطار عادي فوالا. دخلت كنت دخلت لو ترال افون، كنت قطعت اون فيت البيي تركيا شي تقريبا 3000 درهم. قطعت البيي تركيا، دخلت امور عاديه تركيا سون فيزا كما كيعرفوا المغاربه كاملين بوغ لي ماروكان. قطعت فوالا، دس بغيت ندير تشيكين ديالي، دخلت ديريكتومون المطار ديال كازا، ما كبيرش بزاف. المهم دخلت ندير تشيك باين، دخلت درت مشيت عند البنت، دخلت درت تشيكين. قلت لها فوالا، هي تقول لي واحد لا كيسيون جاتني ايترونج صراحة، انا اول مرة غنمشي لتركيا ما عرفتش هادشي هذا، وما كاين حتى شي بلاصة هاد المعلومة هادي، ما شتاش كاع حتى شي بلاصة. والله الا هاد الناس هادو غرباء، والله سي ايترونج، سبحان الله العظيم، سبحان الله. دخلت عندها ونقول لها، قلت لها دون موا فوت باسبور. قلت لها اوكي الباسبور فوالا، نيميرو دو ريزيرفاسيون، لونغيجيسترومون اي تو في التليفون. وهي تقول لي عندك بيد روتور. قلت لها كي بيد روتور؟ ما فهمتكش. قلت لها بيد روتور باش ترجع، علاه انت ما ناويش ترجع؟ قلت لها و انتوما شنو دخلكم؟ واش ناوي نرجع ولا انتوما تدخلوا لي في حياتي؟ شكون انتوما؟ واش انتوما عندكم لا سوفرانتي؟ عندكم السياده باش انكم ديروا هاد لي لوا هادو؟ شكون انتوما؟ انتوما شركه ديال الطيران، كنقطعوا عندكم لي بي ديال فواياج، هادشي اللي كنعرف انايا. اللي قلت لي حنا اللي دايرين هاد لا لوا هادي. بديت كنشوف فيها تا اوكي مرحبا. وريتها كلكو دوكيومون زعما كوم كوا انا راه جو سوي ان توريست، يعني ما غاديش نمشي فين نحرق لتركيا ولا جي با كومبري صراحه. وكنت طلع لي الدم صراحه من هاد الرياكسيون هادي، ما فهمت والو. وابخي ملي شديت الباسبور ديالي، شديت المسائل ديالي، مشيت لقيت شي اوتوماتيك، خرجت سون اوكان بروبليم، خرجت تيكي سون اوكان بروبليم. ابخي درت التشيكين ديالي ترونكيلمون، دخلت عند البوليس، طبعوا لي الباسبور ديالي سون اوكان بروبليم صراحه. ودخلت قبل ما ندخل كان شي واحد قال لي ريزيرفاسيون ما ريزيرفاسيون. قلت له فوالا هي ريزيرفاسيون، جو في ريزيرفي شي لعبه بحال هكا. المهم ترونكيلمون صافي خديت الطياره ديريكتومون لتركيا. فوالا وصلت لتركيا لايغوبور ايستي، سيت ان نوفو ايغوبور كاين في تركيا، ايغوبور كبير 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 بزاف، زعما تقدر تلف فيه زعما الا ما كنتيش مركز مزيان، تبقى تكدر تما طلع الفوق طلع لتحت. المهم كنت تلاقيت داير مع واحد الصديقه ديالي، واحد لامي بسيكولوج، داير مع ميتينغ في تركيا. هضرت معاها، قلت لها غنتلاقاو تما، قلت لها اوكي سي با غاب، عندها كلشي فاسيل ولا فوالا نجي في تركيا ماشي بحال في المغرب. فوالا انا غنشد الطياره لموسكو، موسكو ديريكتومون تركيا فيت في سون اوكان بروبليم صافي. دخلت لايروبور تما. المهم ملي خرجت صيفطت لي ميساج، قلت لي فوالا راه الطاكسي راه غادي يتسنانا في الخرجه ديال لايروبور، وعطيتهم نمرة التليفون ديالك والمسائل ديالك وكذا، شي 60 أورو تقريبا خلصتو هي. وقلت لي فوالا راه درتو بالسمية ديالك، راه غيسيفطولك اون فيديو في واتساب ديالك منين غادي دوز باش توصل. قلت لها داكوغ صافي، ما تناقشناش بزاف. قلت لها صافي نتلاقاو تما. ملي وصلت تما لا كونيكسيون ما عنديش، كونيكسيون ما كايناش، اوغوزمون بقى لا فيديو اونجيستري عندي في التليفون في واتساب. هي ما تكومونيكيتش
ما تكومينيكيتش معاهم. J'ai pas eu une communication avec elle parce qu'il n'y avait pas d'internet. حاولت أن نأكتيفي الانترنت جي بو با ريوسي ماشي مشكل الوغ بقيت مانسيستي على لا فيديو ديال الواتساب اللي صيفطتو للشركة ديال الطاكسي ترانسفير لوتيل هو سيتان ترانسفير ماشي شركة ترانسفير لوتيل تابع سيتان طاكسي اللي تابع للشركة لوتيل L'hôtel Smichu, c'est un très bon hôtel, Smichu GLK 1er, qui est Istanbul. Où j'ai dit qu'il est Istanbul, exactement sur lequel. Voilà. Je suis allé la vidéo, ça l'a fait. Je me suis dit que c'est faute. Je me suis dit que c'est un peu de chérie. Je me suis dit que c'est un peu de chérie. Je وفعلا كانت تما مي ابخي مشات هادي غير سكو جي ايماجيني وصافي مع راسي قلت راه تكون تي تشفري حتى ديما كدوز لتي تشفري وكتاخذ الوقت تما بزاف دزت تما ما لقيتهاش صافي جي ديسيدي باش نتبع لا فوا اللي عطيني صافي تبعت داك لا فوا فيه الارقام دي 4 دي مور دي 4 تمشي دي 5 دي T6, T8, tel 14. La porte de sortie 14. Vous allez appeler là, cherchez le timbre. Et tu as que tu n'as rien. Salam Chalia, tranquillement, tac tac tac. Voilà. Salam Chalia, prenez chez Chouya. La petite. Quand elle fait chez T25, vous allez appeler le tableau. Un petit tableau T25. La petite m'a ouvert. Tchorpe timbre, d'art m'a appelé l'anglais. صافي قال لي راه تسنى واحد شويه على ما يجمعوا الناس هذا الشيء ما قال ليش على ما يجمعوا الناس المهم قال لي تسنى واحد شويه انا فهمت بان انا ما شي بلوس يجمعوا الناس بقينا تما شي شويه جات عندي واحد اون فام اجي ماروكان سولتني على جو بونس سولتني على الطاكسي قلت لي هنايا راه غاليين وكذا 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 وقت لي راه وزافي بليزيور شو ما جاوك غاليين راه كاين لو بوس فو جوست الفو جوست علي شارشي فوالا قلت ليها ميرسي بوكو كدا كدا قلت ليها شي حاجة تيتي حاجة نعاونك فيها مي راه كاين لو بيس كاين كلشي ترونكيلمون إلا مكنتيش قادرة تخلصي 60 أورو ولا 100 أورو بوغ ترونسفير باصا لي باغا تمشي ليها راه كاين قل 5 أورو ولا غيكون كتر من 5 أورو غيكون شي 20 أورو حيت هاد لايغوبوغ جا شوية خارج في لو بيس غيكون شي 20 اورو واقيلا ما عرف جو سي با صراحة حيت علاش انا كندير غير كومباريزون مع الطاكسي راه تقريبا من لايروبور ديال ليستي المدينة اسطنبول راه يحسب لك واحد لو مينيموم راه يحسب لك واحد 60 اورو واحد 70 اورو اللي هي 700 درهم ديالنا تو طاكسي غالي شي شوية هو لي فواياج هما هادو نضرب الحساب غير لافيون كاين شي حاجه كثار من لافيون المهم ولي ديسيزيون لي ديسيزيون تغلط غتخلص تقدر تخلص داكشي اللي كثر من لافيون الا غلطتي بعض المرات تقدر تخلص كثر من الثمن ديال لافيون اللي جي سي بي خصك تغلط و الا غلطتي خصك تريكوبيري فيت فهمتي نوح حاولنا ما نغلطوش صراحه مي وخا كنغلطو المهم الحمد لله وصلنا لتما ركبنا شدينا الطاكسي مشينا راه مازال عندي الفيديو وانا غنحطو ديال الطاكسي من تما جمعنا جروب وداك الجروب مشى في لو بيس وحنا مشينا في طاكسي بوحديتنا مشينا في طاكسي بريفي ما عرفتش علاش صراحه المهم سي با غاف يقدر هما عندهم وجهه واحده اخرى فوالا مشينا لوطيل الناس هاد
عندي اول فيزيون على الناس ديال طوكيو. دخلنا لوطيل انايا غنمشي ديريكتومون باش نشوف الوقت ديال الطياره ديالي. كانت الخلاص كان شي 3000 درهم. الوقت كان مازال شي شويه. مشيت ديريكتومون ندير تشيكين ديالي. الوغ ابري تشيكين وداكشي اللي كان وقع ليا, المهم دغيا زربت عليه, ما حاولت ما نضيعش الوقت بزاف. يعني دغيا كديت الامور, كان عم شي بروبليم ودغيا قديتو صافي ودوس عند البوليس ترونكيلمون. دابا هنايا غادي انا عند التشيكين فهمتي. كدوز كطلع في الدروج كطلع ديريكتومون كتقلب على البلاصه اللي فيها رويال اير ماروك. المهم داكشي ساهل جدا. الايروبور ديال كازا مقارنه مع لي زايروبور اللي في المغرب ترونكيل. في الطياره ركبت ترونكيلمون, واخا ما صراحه ما اختاريش السياج على سميتو, جا هو هذاك. صراحه الطياره كنت اليز ترونكيلمون, عطونا الماكله عطونا المسائل, المهم كان شي اشكال. هنا كان في واعر الديبار ديال الطياره. صراحه ما بهاش رويال اير ماروك, ما بهاش, ما نقدرش نقولوا واعره وما نقدرش نقولوا عيانه من جميع النواحي, من الماكله من السيرفيس من المهم توسطه 5/10. والله هنايا كما كتشوفوا التيريتوار ماروكان كيبان لكم هنايا اكزاكتومون كازابلانكا. واحد الوقت يقدر يبان موسكي حسن دور, كيبان في واحد الوقيته هادي الوقيته ديال الاقلاع. ان شاء الله الطياره قلعت ترونكيلمون, يا في اوكان بروبليم صراحه. فوالا راه الموسكي ديال حسن تاني كيبان. ها صراحه كازابلانكا صراحه مدينه ماشي صغيره, مدينه كبيره بزاف صراحه. كتبان من الفوق اكثر ما كتبان كبيره من الفوق اكثر من سور لو شون. فوالا هنايا ترونكيلمون غادي الطياره بكل هدوء سون اوكان بروبليم. انا عجبتني بزاف الفيو ترونكيلمون. فوالا فوالا هنا ترونكيلمون مرتاح. فوالا جو بونس كو هنايا قربنا نوصلو لتركيا. انا سمعت شويه ديال الموسيقى وميم طون مرتاحت شي شويه. هادشي نورمالمون اللي كندير تو لو تراجي كيكونوا مثلا لي هادوك اش كيقولوا لهم باش كتلعب شي شويه كيكونوا اون فاس لي فيديو. فوالا هنا وصلت لتركيا كما كتبان لكم. هادي اسطنبول مدينه منظمه بزاف كما كتبان من الفوق, بيان ديفلوبي بيان ستركتوري صراحه. العمارات كيفاش مبنيين المهم صراحه سي اون تري بيل فيل صراحه. انا كتبقى توقع على شي نص ساعه ولا ما كاملاش شي ربع ساعه ولا ثلث ساعه باش توصل الطياره. الوغ هنايا دابا فاش كيما عاودت لكم فاش شديت الطاكسي فاش كنا اون جروب, راه داك الجروب اللي كان معنا ابري شدينا جوج بينا الطاكسي هذا محسوب على لوطيل. فوالا ترونكيلمون كنا خلصنا في شي 60 ولا 70 يورو, جو مابيل با تري بيان, شي 70 اورو 700 درهم تقريبا. كلشي كتخلصو في لوطيل انكلي مع لوطيل. لوطيل كان جو بونس شي 150 اورو الليله, 1500 درهم الليله ولا كنقول 1700 درهم تقريبا.
فوالا انا هاليز صراحة انا يعني لا معيش بالطريق ما حتى شي حاجة ترونكيلمون غادي اون ديسكوت الشيفور ما كانش لونغلي ما كانش كيهضر بها شي شوية كنا كنترجمو له غير بسميتو بالتليفون وما تما لا بلوبار ما كيهضروش سورتو الشيافر ما كيهضروش من غير تركيا يعني لا بلو مي راهما ايزون ابيتيي دو بارلي جوست بار هذاك لو تراديكتور اللي كاين في جوجل تراديكتور كيستعملوه مع التوريست فوالا تي اللي كاين لا ديغو ديال التراجي كان شي ساعه المكانه تقريبا المهم راه ماشي سهله ساعه المكانه مي لا فواتور ايتي كونفورت صراحه كما كتشوفوا كليماتيزي ترونكيل يعني ما غاديش تحس بالطريق بزاف وتوصل اليز المهم يحاول الانسان يضبط الامور ديالو شي شويه واخا غيخسر شويه ديال الفلوس ما يحس بالتعب ديال الفواياج يعني واخا الفواياج لا ديوري ديال الفواياج كبيره مي ما غاديش تحس بالطريق هي خصك تضرب حسابك تكون بيان اورغانيزي تضرب الحساب حتى الكيسيون ديال لارجون دافونس باش الامور دوز ترونكيل فواياج اللي كان فيه تماره وفيه تكرفيت وكذا ما فواياج ما تلعبه الوغ من فوميو ان الانسان يحاول انه يتورغانيزا مثلا مني يفكر انه ياخذ طياره يفكر اوسي انه ياخذ معها ترانسفير للوطيل راه مثلا ملي كتبغي تقطع مثلا تريزيرفي في لوطيل راه كيعطيوك مثلا بوكينغ راه كيعطيوك مثلا ترانسفير د لايروبور وسميتو الانسان يحاول انه يدير هذه الفكره ما يبعدش ما يهربش منها